وأخيرا مدينة كونان نعود إليها من جديد. طبعا جيت هنا قبل وصورت فلوق في المدينة والمطار، لكن في ثلاث أشياء ما قدرت أسويها. أول شيء اللي هي المتاهة، كانت مقفلة وقتها. ثاني شيء الكافيات اللي كانت موجودة في مدينة كونان ما دخلتها. وآخر شيء التمثال حق كونان نوران، وقتها ظلمت وجاء الليل وما مداني أروح. فهذه الثلاث أشياء هي الأساسية اللي رجعت عشانها. فالمهم قبل المدينة، أول شيء حنبدأ بالمطار، يمكن في أشياء جديدة سوها. هذا المكان غالبا يغير الصورة اللي فوق، فيمكن تكون تغيرت عن آخر مرة. المكان فاضي، ما في أحد، أخذ راحتي على آخر. هذه غيروها، ما كانت هنا، كانت هناك. طبعا خلاص بيتنا، حافظ المكان. هي لعبة الأشكال المتشابهة. طيب أوكي، كايتو كيد، خلينا نشوف كم محاولة أقدر أطلع فيها الصورة الثانية لكايتو كيد. محاولة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. بعد خمس محاولات حصلنا كايتو كيدو. هنا عارضين أشياء سياحية موجودة في توتوري، وفي هذا متحف فيه مجسمات من الرمل. قد رحت وصورته قبل، لكن هم كل مرة يغيروا، كل مرة يختاروا مدينة غير أو ثيم غير تقريبا. لما رحت كانوا حاطين الثيم حق مصر، بس ما أدري هذا المرة إيش حاطين، بس ما توقعني بروح. والله يعني تخيل تروحوا مطار يطلع لكم إنه هناك الكافي حق بورو، وبعد الشوب حق كونان، يعني أحلام العصر. هذا هو الكافي حق بورو، طبعا مو كافي حقيقي، فقط للعرض. في كافي حقيقي موجود في مدينة كونان. واللي ما يعرف كافي بورو هو الكافي الموجود تحت وكالة موري للتحريات. هذه القطوة كانت موجودة هنا من أول أو لا؟ في أثار أقدامها هنا بعد. أتذكر في حلقة من الحلقات ساعدتهم، كانوا كونان والشلة محبوسين وأعطوها رسالة وودتها الأمور وساعدهم، شيء زي كذا تقريبا. أوكي بعد موجود، انتظرنا من المرة اللي فاتت. هذا بعد توا شوفوا حاطين كورنر للمانجا في المطار. في حقات كونان هنا، وفي مانجات ثانية ما أعرف إيش هي. هذا بعد مشهور في هذه المنطقة، إنه الكاتب حقه بعد مسقط رأسه هذه المدينة، نفس الكاتب حق كونان، بس ما أعرف الأنمي، ما شفته قبل. هذه الصور هي نفسها الموجودة على أغلفة المانجا، اللي هي اللي تكون على مغلف المانجا من الجنب، تكون في صورة فوق. فهذه الصور هي نفسها الموجودة بالترتيب، يعني المجلد رقم واحد على هذه الصورة، واثنين وثلاثة وانتم ماشيين. طبعا هذه كانت موجودة المرة اللي فاتت، لكن لما رجعت الفيديو حقي آخر واحدة كانت موجودة اللي هي هذه. الحين كملوها، نزل كم، 1 2 3 4 مجلدات نزل بعدها، ولسه في كومينج سون. طبعا هي حركة صراحة رهيبة، انها موجودة كأنها قصة، يعني شات الكورة طاحت على الارض، صقعت في وجهه وبعدين طاح وتعثر. خلنا نطلع نشوف صورة الحبيب اللي فوق غيروها ولا لا. للأسف طلعت نفسها، ما غيروها، نفس اللي قبل. الشيء الوحيد اللي تغير كان حق التاريخ هنا، صار هنا. صدق اني توقعت بيغيروا الصورة. يلا مو مشكلة، وسويت فيديو رحت فيه الأماكن اللي طلعت في أنمي كونان، ورحت بعد هذا المكان وصورت نفس الزاوية حقت لقطة رانو سينشي. كايتو كيد بعد ما زال موجود. إشارة الواي فاي، حاطين سيرة. أوكي يا جماعة، جتني فكرة في الشوب حق كونان، بسوي ميستري بوكس من محل كونان، سواء هذا اللي في المطار أو في المدينة. بشتري مجموعة أشياء وبحطها في البوكس وبسوي عليه جيف أواي من كومنتات هذا المقطع. فاكتبوا لي حسابات الإنستغرام حقتكم في الكومنتات تحت وبسحب منها. يعني أحس ما أبغى أوريكم إيش بحط في البوكس عشان يصير ميستري بوكس للشخص اللي بياخده. أوكي هذا كان مطار كونان باختصار على السريع، لأني قد صورته في فيديو قبل، صورت تفاصيل أكثر أول، حط لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن اللي حاب يشوف مطار كونان. وأخيرا مدينة كونان للمرة الثانية. مكتوب هنا انها الذكرى 120 لهذه المحطة اللي هي اسمها يورا، والذكرى 10 لما سموها بمحطة كونان. هي اسمها يورا ومحطة كونان في نفس الوقت. زي ما قلت لكم الخطة نسوي الاشياء اللي ما سويناها اخر مرة، نروح المتاهة والمقاهي والاستاتيو حق كونان نوران. عادي يعني سيارة تاكسي طبيعية في مدينة كونان. اوكي شكل اول بروح الاستاتيو حق كونان نوران، هو في الجهة الثانية من المحطة عند مدرسة ابتدائية. بخلص منه وبعدين بروح المدينة. لقيت هذه العلامة تدلنا على مكانه. أقدر أشوفه من هنا أخيرا. كذا وأخيرا خلصنا كل الاستاتيو في مدينة كونان على مدار سنتين. برجع هناك جهة بيت سينشي وشارع بيكا. هذه المنطقة مشهورة بالبطيخ، غطاء الصرف هنا على صورة بطيخ. وفي فاكهتين ثانية أتوقع العنب والكمثرى، شيء زي كذا كانت. قدام المحطة في شارع كونان، لازم نمشي من عنده، هو يوصلنا لبيت كونان اللي هناك وشارع بيكا. وعلى الشارع عندنا أيومي، ميتسيكو، جينتا، وهايبرا، زائد سينشي ينتظر قدام المكتبة. هذه المكتبة دخلها في ركن خاص بكونان، وطبعا في مدينة كونان أغطية الصرف لازم تكون عليها صور كونان. أوكي هذا كونان وهذيك بطيخة، بس هذا إيش؟ ما أدري إيش هو. أوكي هذا هو كونان كونا، يعني ركن كونان. هذول حقون الذكرى 30 للمانجا، رحت المعرض حقه بس ما نزلت الفيديو لسه. المهم خلينا نكمل. نفس الغطاء اللي كان موجود عند المكتبة.
والله يعني جين عنده زيادة ما يعطينا منه، يعني سيارات عادية في مدينة كونان، وفي هذه الثانية عليها كونان وران، مكتوب عليها إنه المدينة اللي حتلتقوا فيها بكونان. خلنا نشيك على المحطة على السريع. أوكي، في أشياء زيادة تغيرت عن آخر مرة. هذه مرة فخمة رهيبة، بس ما أدري تطلع صوت ولا. هذا الفقر مرة خرافي. أوكي، وصلنا لجسر كونان. كونان يتزلج على عمود اللمبة. وصلنا بيت سينشي. طبعا لازم ندق عليهم الجرس. أفا لا يا الغدرة ما يشتغل. لا ليش؟ إلا والله اشتغل. طولت عبل ما ترد علينا. هنا في الكافيات، في أتوقع 3 أماكن، وفي الشوب هناك. فخلنا نشوف أول واحد أدخل إيش. بحاول أدخلهم كلهم، لو أطلب شيء من كل واحد عشان أجربهم كلهم. أول شيء بجرب مقهى بوارو اللي هو أشهر مقهى موجود في الأنمي. هذه هي القطة اللي أقول لكم عنها اللي دائما موجودة عند مقهى بوارو. هذه أشهر أكلة موجودة اللي هي سندويشات أمورو، لكن للأسف ما هي حلال. عشان نختصر الطريق، خنزير 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 خنزير. هذا الشريم خنزير بعد كاري. يمكن هذا بس ما أدري إيش الوجبة إيش فيها بعد. بسألها إذا هذا في شيء أو لا، لأنه هذا الشيء الوحيد الموجود. الحل اللي هنا شكله ما يحمس الصدق. في هذا المشروب شكلي بطلبه. سألتها قالت لي إن الشوربة اللي معاها بس فيها خنزير، فقلت لها بطلبها بس بدون الشوربة. المهم طلب من الآلة رقم 11، ورقم 11 هنا. ثاني المشروب حق كونان رقم 16. هذه شكلها وجبة جديدة حقت كايتو كيدو، غالبا عشان الفيلم الجديد اللي راح ينزل. خلنا ناخذ ذيك الطاولة عند رانو سينشي. وصل الطلب، شرم مع سلطة ومكرونة ورز وصوص ما اعرف شو، والمشروب طبعا حق كونان، وطبعا الطلب معاه شوربة، بس انا طلبت بدون شوربة لان الشوربة فيها خنزير. وان شاء الله هذه الاشياء الباقي ما فيها شيء، يعني على كلامها يعني انه الصوص والمكرونة ما فيها. سعر الوجبة 1600 ين والمشروب 600. نجرب شرم مع الرز. اوكي حلو، يجي منه لذيذ. هنشوف الصوص هذا طعمه مألوف، احس قد جربته قبل، بس يعني مو بذاك الزود الصوص. هنشوف المكرونة، المكرونة حلوة، والسلطة ما فيها شيء، سلطة عادية. صح انه هي كانت الخيار الوحيد في كل الاحوال يعني، بس يجي منها كويسة. المهم خلينا نشوف العصير، متحمست له صدق. طعم رامونيه، العصير هذاك اللي في العلبة يجي قارورة. في حلقة من الحلقات كونان كان يشرب رامونيه، ايش رايكم بربط الاحداث؟ شكله عشان كذا حاطين رامون هنا. المهم هذه هي الاكلة تقريبا، بخلصها بعدين نشوف اللي بعده. هنا في شوب وفي محل ايس كريم. بجرب بعد الايس كريم حقهم، لانه عندهم ايس كريم الدواء هذاك اتذكر. بس خلينا ندخل الشوب اول. تعرفوها هذه الحلاوة حقت فيلم جريف اوف ذا فاير فلايز، مسوين هنا نسخة كونان، بس ما ادري اذا هي نكهات ولا هذه بنكهة القهوة بس ولا ايش. اوكي مكتوب كوهي دوروبو، اتوقع انها بس بالقهوة. شكلها رهيب مرة العلبة، بس انهم غير موفقين في اختيار نكهة القهوة. طلع هنا تحت فيه بالفواكه، نايس. خلينا نجرب الحين الايس كريم. من المره اللي فاتت ابغى اجربه وسويت له سكيب ما ادري ليش، اللي هو ايس كريم الدواء اللي صغر كونان. هنا مكتوب انه راح يصغر عظامكم وكل شيء فيكم حيصير صغير، ف خلينا نجربه عشان نصغر. حصلنا على عقار التصغير، سعره كان 580 ين. ما ادري اذا كل كوب على صوره مختلفه، بس جانا كايتو كيدو مع ان الجو مره بارد. اس يلا خلينا نجرب الابيض اول. طعمه حليب، مو فانيلا، حليب. شوف الأحمر هو شكله فراولة. أوكي الأحمر طلع فراولة، لكن طعم الفراولة كأنه فيه شوية توت معاه كذا. لازم نجرب الخطوة الأخيرة اللي هي ميكس الاثنين مع بعض. هذه اللقمة هي اللي راح ترجعنا 10 سنين ورا. شوفوا الفراولة لذيذ، بس الحليب يعني ما أدري طعمه غريب، آيس كريم حليب شوية يعني. لو أحس لو فيه شوية نكهة فانيلا حيكون حلو، بس لما نمكس الاثنين مع بعض يطلعوا كويسين. المهم وهذا آيس كريم، أوبس كان بيطيح. المهم وهذا آيس كريم العقار. راح أكمله وبروح على المصنع. من الكافيهات الموجودة باقي بس هذا، بس برجع له بعدين بعد ما أروح المتحف وأنا راجعة بدخل فيه. هناك في المتاهة ذيك المرة كانت مقفلة، يعني على حظ التعيس. للأسف كل مرة أجي هنا ألاقيها مقفلة. في جوجل كان مكتوب إنها مقفلة للأبد، ما أدري إذا بيجددوها ولا بيفتحوا شيء ثاني مكانها، ما أدري والله. وهيجي وكازوها ما زالوا تائهين في توتوري. كونان وموري كوغرو، خلاص قربنا. مرة برد، مرة مرة برد، وتوي ماكل آيس كريم وفي مطر مخلي الهواء أبرد. حفلة، بس يلا مو مشكلة. وأخيرا وصلنا عندنا أجاسا. كونان وكايتو، كونان وهايبرا والملاقفة 3.
المهم خلاص مرة برد بدخل جوا، ما أدري إذا حصور شيء جوا ولا لا، لأنه غالبا صورته كله أول. الله حبيت الفرشة. بمناسبة الذكرى السابعة ما أدري لإيش، أظن لمدينة كونن أو بيكا شوتينغاي. المهم لو اشتريته بأكثر من 1000 ين راح يعطوكم هذه الميدالية هدية. أتوقع كأني فهمت كذا. ها أوكي، لسه ما بدأ، من يوم 15/3 اليوم 5. أها طلعت هذه المدرسة اللي قدامها التمثال هي نفس المدرسة اللي كان يروحها أو ياماغوشو في الابتدائي. هذا اللي في النص جامع كل الاستاتيو الموجودة في المدينة، هذا كان عند المحطة وهذا عند الجسر وهذا اللي عند المدرسة، والثلاثة اللي هنا بعد كانوا عند الجسر. كونان اللي يتزلج هذا كان عند العمود، وسينشي اللي كان عند المكتبة. مدري بس كان الأشياء اللي على المكتبة تغيرت، اللي ورا نفسها بس اللي على الطاولة حس إنها تغيرت، ما كانت كذا ولا؟ شوفوا هذا الصورة، هذا الفيجر رهيب مرة يفوز. مكتب موري، وهنا عندنا كونان جاهز عشان يخدره. هذا مجسم لمحطة كونان، فيها القطار مرسوم عليه، غرفة الانتظار ورا، وسيارة أجاسة تنتظركم، وهذا مدخل المحطة. هذا الخدعة اللي كانت موجودة في المطار حقت انعكاس المراية. أوكي خدعة الباب اللي جربتها في آخر فيديو من تجارب كونان، أتوقع كان الجزء الثامن، فخلنا نجربها مرة ثانية هنا. هي يعني نقفل هذا حق الباب من برا، ناخذ قطعة من اللصق وحنطبق هذه جزء منها بالنص كذا من فوق. طيب بعدين نجيب هذه كذا ونحط عليها اللصقة كذا. جاهز نقفل الباب الحين، المفروض نقفل إذا سحبت اللصق. خلينا نشوف، خلينا نجرب هذه اللعبة، لعبة تزلج. الزر هذا أظن يخليني أنط. هذا الستاند حق الفيلم الجديد، في شيء ينور هنا وقرب منه حيصير شيء يعني، ولا بس كذا؟ اه بس كذا. في بعضها يكون فيها زي الحساسات لو قربتوا منها تطلع اصوات وكذا. اوكي نسيت اقول لكم، سعر التذكره كان 700 ين، وورا التذكره في هذه العلامه اللي هنا تقدروا تستخدموها على الشاشه هذه. لو حطيتها على الطاوله وقلبت التيكت راح يطلع لي كاركتر في الشاشه. هذيك المره طلع لي هذا، هو من الكاركترز حقون الكاتب بس مو من كونان، فان شاء الله هذه المره يطلع لي شيء من كونان. هنشوف ما يطلع لنا. 1 2 3 اوه طلع لي كونان، ميت انت كونان. بعطاكم البوز حق شينجيتسو ايتسومو هيتوتسو. شينجيتسو ايتسومو هيتوتسو. بدخل الشوب وباخذ اشياء عشان اكمل الميستري بوكس اللي بسوي عليه جيف اوي. اخذت الشغلات اللي ابغاها، والمطر ما يمزح صار اقوى من اول. باقي نجرب اخر كافيه في مدينه كونان، وعند المدخل يستقبلكم كونان وسينشي. المهم خلينا نشوف الطلبات. اتوقع اني باخذ حلا، ما باخذ شيء مالح. هنا في لاتيه يرسموا لكم عليه بس انا ما احب اللاتيه. اوه هذا الحلا مرة كيوت، بورين فودينج وعليه صور للكاركترز. خلاص عرفت ايش باخذ، بس ما ادري اي كاركتر اختار. في هذا حق الكافيه، كونان، اكاي، هايبرا، امورو، وران، وكايتو كيد. اوكي بختار وانتو خمنوا اي واحد باخذ. الديزاين حقه احلى من اللي قبل، شكل باخذ هذه الطاولة اللي عليها كونان وصل البودينج. جالسين تشوف الكاركتر، 1 2 3 كايتو كيدو. البرزنتيشن 10/10 مرة يفوز. المفروض احط السيرب على البورين بس حرام بعدين يخرب، نفسي ما تطاوعني. يلا عاد ايش اسوي؟ الله شكله يحمس، بسم الله. لذيذ مرة، رهيب خرافي، ما امزح معاكم، من احلى البودينجات اللي قد ذقتها في حياتي. يفوز برزنتيشن وأكل وطعم وشكل وديكور، نفسي تراودني لأطلب ثاني. طبعا وآخر شيء كيف نجي مدينة كونان بدون ما نجرب الجاتشا؟ في بادجز، ستاندات، ميداليات، وتقريبا هذه هي بس. فصراحة ودي أجرب في هذه لأني أبغى هذا نمبر 1 ب 500 ين. مين مين مين؟ أوه نايس، لا رهيبة رهيبة، طلعت لي واحدة حلوة. هذه كونان مع كايتو كيدو، رهيبة مرة عجبتني. بس هذا مو كايتو كيد، هذا سينشي ولا؟ لا كايتو كيد، توقعته سينشي لابس كايتو كيد. وصلت المحطة، وبكذا للمرة الثانية لنقول وداعا إلى مدينة كونان، ولكن إلى لقاء آخر نرجع لها لما يفتحوا المتاهة.